السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم إلى حلقة جديدة من برنامج جرائد نستهلها بأبرز العناوين. في عناوين حلقتنا لهذا اليوم: محليا، محمود الفضلي كتب في استاد الدوحة، هل صحيح أن الإعلام شريك في المنظومة هي اتحاد الكرة؟ في الراية علي جاسم المفتاح، أنا مندهش لما حدث لعناب الشباب وجميعنا نتحمل المسؤولية. في العرب العنابي يكسب أسود الرافدين وديا، يوسف أحمد استعدادنا لمواجهة لبنان جيد، محمد علي المهندي كتب في الشرق اللبناني من دون رتوش. عربيا في اللواء اللبنانية حيدر واثق بقدرة المنتخب عشية مواجهة قطر. في الوطن العمانية مباراة أستونيا فرصة لإثبات الذات. في الرأي الأردنية النشامى ونظيره البحريني في محطة تحضيرية اليوم. في الجزيرة السعودية رئيس الأهلي تغيير الحكم لا يهمنا وإعداد يسير على ما يرام. في الصحافة التونسية قبل موعد الإياب ضد الأهلي الداخلية ترفع الفيتو. في اليوم السابع المصرية حافظ لجنة رباعية لمناقشة عودة الدوري وإسقاط الجنسية عقوبة التفاوض مع إسرائيل. في الاتحاد الإماراتية لاكومب مدربا للوصل لمدة 8 أشهر. عالميا في سبورت الإسبانية ميسي أتطلع إلى إهداء أهدافي لابن تياغو في ظروف أفضل. خوان فيليس كتب في سبورت سيطرة بنسبة 82% ولكنها لا تعني شيئا. في التلغراف البريطانية فيكسون أتطلع إلى معادلة رقم ليفربول في دور الأبطال. في توتو سبورت الإيطالية بوفون تمنيت تعادل تشيلسي وشختار ولكن مصيرنا في أيدينا. في فقرة غريب عجيب سر العمر المديد 2.5 ساعة من المشي أسبوعيا. في تجربة ودية أجمع الجميع على إيجابيتها، فاز العنابي عن نظيره العراقي بهدفين مقابل هدف قبل أيام فقط من مواجهة شبه المصيرية من منتخب الأرز اللبناني في تصفيات مونديال 2014، هذا على مستوى المنتخب الأول. أما على مستوى منتخب الشباب وقبل ساعات من خوض العنابي مباراة تحصيل حاصل أمام نظيره السوري في كأس آسيا، أطلق سكرتير اللجنة الفنية ورئيس بعثة العنابي علي جاسم المفتاح سلسلة تصريحات نارية من الفجيرة، أبرزها ما جاء فيها تحميله المسؤولية للأندية فيما يخص إخفاق العنابي في البطولة. عربيا الأهلي السعودي يتحفز لتكرار إنجاز السد وتحقيق لقب دوري أبطال آسيا يوم السبت المقبل. أما عالميا فخسارة برشلونة أمام سلتك حديث الجميع تحديدا المدريديين. جريدة استاد الدوحة بقلم الزميل محمود الفضلي شنت هجوما حادا على اتحاد الكرة بشأن واقعة هجوم مدرب الوكرة محمد بازروفيتش على الزملاء الصحفيين. بازروفيتش كان قد انتقد أسئلة الصحفيين خلال المؤتمر الصحفي مباراة فريقه أمام أم صلال في الدوري وعلق على أحد الأسئلة أنها أسئلة غبية. الجريدة استشهدت بواقعة البرازيلي باولو أتوري وهجومه على لجنة الحكام وقالت لجنة الانضباط أقامت الدنيا لعيون الجويني وسكتت على هجوم مدرب الوكرة على زملاء الصحفيين. انتظرنا أن تتداعى لجنة الانضباط في الاتحاد القطري لكرة القدم بالتجاوزات الصارخة للمدرب، واعتقدنا أن حق الإعلام لن يهضم عند اللجنة المعنية بحفظ الانضباط والالتزام بين جميع أركان اللعبة، لكن يبدو أن الإعلام لا يعد ركنا من أركان اللعبة، فحتى اللحظة التي نخط فيها هذه السطور لم نسمع أو نقرأ عن أحد من أعضاء لجنة الانضباط أي نية لردة فعل حيال تجاوزات المدرب الذي فتح النار على الإعلاميين دون وجه حق وراح يصنف أسئلتهم على كيفه، حتى وصف بعض الأسئلة التي وجهت إليه بأنها غبية.
وفي مواكبة لهذا الموضوع نستقبل في الاستوديو الأستاذ صابر الغراوي الصحفي وجريدة رايا القطرية. أهلا بك أستاذ صابر، سعيد جدا بلقائك اليوم. أهلا بك يا ياسم، أنا أسعد. محمود الفضل يرفع الصوت مواجهة بازدروفيتش، يعني حتى تذكيرا كنت أنت من المعنيين بالرد غير اللائق من بازدروفيتش في المؤتمر الصحفي. نعم، أنا كنت أحد شهود هذه الواقعة، وإنجاز التعبير أحد أبطال هذه الواقعة تحديدا. بداية بس جاسم، في مقدمة استهلالية عايز أتكلم فيها بخصوص القصة دي. الإعلام دايما هو الحلقة الأضعف في المنظومة الرياضية في قطر بشكل عام. دايما يعيش الإعلام ورجال الإعلام بين مطرقة الإدارة ومسؤولي الأندية ومسؤولي المنتخبات وبين سندان الجماهير. دائما الجماهير تتهم الإعلام بأنه يهادن الإدارات ويهادن المسؤولين في الأندية والمنتخبات، والعكس يلقى الاتهامات من المسؤولين أنفسهم بأنهم يعني يفتعلون الأزمات من أجل إشباع رغبات الجماهير. الحقيقة أن إحنا لا مع هذا ولا مع ذاك، الحقيقة أن إحنا يعني بنقدم شغلنا أو بنسعى إحنا أضعفنا أنفسنا صابر؟ لا لا لا، هي المنظومة فيها خلل، المنظومة فيها خلل. إحنا ما زلنا بنواصل الصراع مع الطرفين، إحنا بنحاول دايما في كل الوقت نثبت للطرفين إن إحنا بنأدي شغلنا. إحنا لما بنتعاطف مع مدرب أو نتعاطف مع إدارة أندية بيكون في أسباب بتستدعي لهذا التعاطف، ولما بنهاجمهم بيكون في أسباب بتاخدنا للجزئية دي. بس كانت مقدمة استهلالية كان لابد منها شيء توضيحي. الواقعة تحديدا كتفاصيل، اعتقد ان الجميع يعلم جيدا تفاصيل الواقعة اللي حدثت، ما فيش داعي ان احنا نسترسل فيها مره ثانيه. رجعنا بس بشكل بسيط على السيناريو، شو اللي صار؟ هي القصه باختصار، بطل من ابطال بالفعل انا كنت احد حضور المؤتمر، وكان ليا يعني بعض التساؤلات اللي كان رد عليها المدرب. القصه بدات عقب الخساره الغريبه اللي حصلت للوكره، واعتقد ان المدرب كان فاقد توازنه بشكل غير طبيعي، وانا التمس له عذر في الجزئيه دي، ولكن العذر كمان له حدود. أنا مش ذنبي أنا كإعلامي أنت تخسر مباراة. جميل، ده بالعكس، أنت مطالب في الحالات اللي زي دي أن أنت ترد على أسئلة أكثر إثارة وأكثر سخونة، إرضاء لرغبات الجماهير الوكروية الغاضبة جدا عقب الخسارة المفاجئة. يعني متقدم 2-0 ويخسر 3-2 في الشوط الثاني، دي كانت حاجة غريبة جدا. الحقيقة كان في ثلاث أسئلة انطرحوا بالترتيب. كان السؤال الأول مني، يعني بتساءل أو بسأل المدرب يعني ليه انت بلغت في الدفاع في الشوط الثاني. الحقيقه كان رده اندهش جدا من سؤالي، وبيقول ان ده سؤال مش منطقي، وده ملوش علاقه بالمباراه على الاطلاق، وان الفرص اللي اتيحت للوكره في الشوط الثاني اكبر رد على سؤالي. انا شخصيا انا ما شفتش فرص للوكره في الشوط الثاني، وشفت اكتساح لام وصلال في يمكن هو شاف ماتش ثاني، ده وجهه نظره. وشكله ما كان حاضر في المباراه.